السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الثالث في الوحدة الأولى اللي هو مقارنة وترتيب الأعداد النسبية. مقارنة وترتيب الأعداد النسبية، المقارنة يعني معرفة أية الأكبر وأية الأصغر، والترتيب ترتيب تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر أو ترتيب تنازلي من الأكبر إلى الأصغر. نعلم سابقا أنه للمقارنة بين عددين نسبيين فإننا نميز بين ثلاث حالات. أولا إذا كان العددين النسبيين لهما نفس المقام، زي 15 على 13 و 2 على 13، علشان أقارن بين العددين فبلاقي أن العددين النسبيين لهما نفس المقام، وبالتالي أقارن بين البسط، وبذلك يكون الخمستاشر أكبر من الاثنين، أي أن العدد النسبي 15 على 13 بالكامل أكبر من الاثنين على 13. مثال تاني، 7 على 11 و 9 على 11 لهما نفس المقام، فبقارن بين البسط ألاقي أن 7 على 11 أصغر من 9 على 11. لكن الحالة الثانية إذا كان العددين النسبيين لهما نفس البسط، زي 11 على 8 و 11 على 5، العددين النسبيين لهما نفس البسط، فبالتالي بقارن بين المقامات. وإذا كان العددين النسبيين لهما نفس البسط فبيكون العدد الأكبر صاحب المقام الأصغر. معنى كده أن 11 على 8 هتكون أصغر من 11 على 5، وبنفس الطريقة 9 على 14 هتكون أكبر من 9 على 20. ثالثا، عددين نسبيين مختلفين في البسط والمقام، غير متساويين ولا في البسط ولا في المقام، فإننا نستخدم المضاعف المشترك الأصغر اللي بنرمز له بالرياضيات ميم ميم ألف، واللي أخذناه قبل كده في المرحلة الابتدائية بالتفصيل، المضاعف المشترك الأصغر. كمثال، قارن بين 4 على 7 و 3 على 5، العددين النسبيين دول مختلفين في البسط والمقام، لكن للمقارنة بينهم يجب أن يكون المقامات نفس بعضها، فبنستخدم المضاعف المشترك الأصغر للمقامين. طبعا الكلام ده هو بيكون عن طريق جدول الضرب، العدد اللي يقبل القسمة على كلا المقامين 7 والخمسة، أصغر عدد مضاعف مشترك للسبعة والخمسة من جدول الضرب اللي هو 35، يبقى المضاعف المشترك الأصغر للمقامين 35. بعد كده بنقسم 35 على السبعة فيها الخمسة، 5 في 4 ب 20، 35 على الخمسة فيها 7، 7 في 3 ب 21، وبكده يكون العددين النسبيين لهما نفس المقام، أقدر أقارن بين البسط. طبعا العشرين على الخمسة وتلاتين أصغر من الواحد وعشرين على الخمسة وتلاتين. كمثال، رتب الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد تصاعديا، تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. يبقى إذن أنا حتى في الترتيب محتاج للمقارنة، محتاج للمضاعف المشترك الأصغر. في عندي الخمس أعداد النسبية اللي مكتوبة قدامي، وفي منها سالب وفي منها موجب، لكن زي ما اتفقنا بيكون كل تركيزي في الترتيب أو المقارنة على المقام، والمضاعف المشترك الأصغر للمقامات 3 و 4 و 12 و 6 والواحد، المضاعف المشترك الأصغر ليهم 12. طبعا لما بقسم أنا 12 على 3 فيها الأربعة، 4 في سالب 2 بسالب 8، 12 على ال 4 فيها 3، 3 في 3 ب 9، 12 على ال 12 فيها ال 1، 1 في سالب ال في سالب 7 بسالب 7، 12 على ال 6 فيها ال 2 و 2 ضرب ال 5 ب 10، 12 على ال 1 فيها ال 12، 12 ضرب سالب ال 1 بسالب 12.
بكده تكون الأعداد النسبية كلها لها نفس المقام، وبالتالي أقدر أقارن بين البسوط من الأصغر إلى الأكبر للترتيب التصاعدي اللي هو عايزه. طبعا لما أرتب ببدأ بالعدد الأصغر الأول، أصغر عدد عندي اللي هو سالب الـ 12، بعد كده سالب 8، سالب 7، موجب 9، موجب 10، وبذلك يكون الترتيب التصاعدي بالشكل اللي موجود قدامي للأعداد الأساسية. كثافة الأعداد النسبية، بين كل عددين نسبيين يوجد عدد لا نهائي من الأعداد النسبية. البعض بيعتقد ان ما بين الأعداد النسبية ممكن يكون في عدد نسبي واحد او اتنين او مفيش، لا، ده انا في عندي كثافة، بين كل عددين نسبيين يوجد عدد لا نهائي من الأعداد النسبية. كمثال، أوجد ثلاثة أعداد نسبية تنحصر بين التلت والنص. طبعا علشان أشوف الكلام ده هو لازم تكون المقامات متوحدة، فممكن باستخدام المضاعف المشترك الأصغر عن طريق جدول الضرب، المضاعف المشترك الأصغر عندي 6 أو 12 أو 24 علشان أطلع الأعداد النسبية المطلوبة، سواء كان عدد نسبي واحد أو اتنين أو تلاتة. طبعا أنا اخترت الـ 24 على التلاتة فيها التمانية، تمانية في واحد بتمانية، 24 على الاتنين فيها الـ 12، 12 في واحد باتناشر. ولما نرتب وأشوف الأعداد النسبية بالترتيب، 8 على 24، 9 على 24، التالي له 10 على 24، التالي 11 على 24، والعدد الأخير الـ 12 على 24. وبكده أكون قدرت أوجد 3 أعداد نسبية تنحصر بين التلت والنص. فأمان الله.